لكم ورجعت لكم في انطباع فيري تيل. خلونا نبدا. اول شيء اعتذر منكم, اعتذر اني ما نزلت انطباع حلقه 85 الاسبوع اللي فات, عشان كذا بعوض ان شاء الله بنزل لكم اليوم حلقتين انطباع 85 86 اجمعهم مع بعض. اكثر شيء اشكل علي في الحلقه اللي فاتت انهم جابوا كيوكا وايرزا لازالوا يتقاتلون, لدرجه اني وقفت الحلقه وعدت اهميلها, قلت يمكن محطوط حلقه برقم غلط لا موجود, قلت يا ولد يمكن قتال ايرزا وكيوكا محروق علي وما جاء في الانمي. بعدين رجعت انا مسوي انطباع خلاص صرت محشش, شكيت في نفسي, شكيت في انطباعي, ايش السالفه الى نهايه حلقه 85 وانا اقول ان الاستوديو ممكن ان سواها كحركه للتمطيط او لتطويل الحلقه, نستنى الحلقه اللي بعدها ونشوف. باختصار اللي صار تعاون ناتو مع روغ وستين للقضاء على مارك جير, لسه ما اطلق هيئه الايثيريوس حقتها ومبهدلهم مبهدلهم مبهدلهم كل انواع التعاون اللي سواه باء بالفشل. اجنين مع اكنولوجيا في قتالهم, اخيرا اكنولوجيا تكلم, اجنيل يقول اخيرا قررت تتكلم, يعني المشهد جاي كان اكنولوجيا اخيرا اعترف باجنيل كمقاتل يقاتله او ند يتعامل معاه. ماك جير وهو يتقاتل مع روغ وستينج وناتسو اخيرا بدا بجديه بسيطه لما اخذ كتاب اي ان دي وحطه على جنب وقرر القتال, نزل العرش هذا وبدا يقاتل وهو جالس عليه, يعني كان واقف وماسك كتاب ويتفادى وما ادري شنو, الحين جالس على عرش جلسه ملكيه. يعني صراحه بديت اعجب فيه, بديت يعني هيئته وطريقته مع ان مبادئه واخلاقه زفت زفت في قمه الياس من الجميع, وانا نفسي كنت معهم في قمه الياس مو بعارف احد شو اللي ممكن يصير وش يقدرون يسوون. يجي صوت الامل الزعيم ماكروف لما قال انه بيفعل السلاح السري اخيرا الفيري تيل, وهو اخيرا السلاح اللي مرت احداث كثيره والكل يتكلم عنه سر فيري تيل. قال لازال عندي ورقه رابحه اخيره. امل جيفري اخر حلقه 85 غير المفاهيم كلها وطلب منهم كل العوده, واضح ان السلاح هذا بحاجه الى تعاون سحر اكثر, تطويق سحري او طاقه او ايا كان او تعويذه جماعيه, وطلب من دون بالتو انه يجي. لما قال احتاج الى قوتي قلت ممكن ان التفعيل يحتاج الى قوه ساحره كثيره, لكن ولو ترى الموجودين في فيري تيل مو بسيطين. بعدين وضح ليش يبيه عشان يمسح وجود السلاح هذا من ذاكرتهم, ومن ذاكرته هو نفسه دون بالتو يبي الكل ينسى. دون بالتو اخذته الحيطه العسكريه اللي هو فيها, لا ننسى انه كان محقق في مجلس السحر ومطلوب منه انه يشوف شيء خيالي وينساه. تردد إلفمان صحيح, حتى لو انه كان مسيطر عليه او بكامل رغبته ايا كان صعبة ترجع للمكان اللي انت دمرته, شيء مرة صعب. اخاف انه في نهاية الحدث يقرر إلفمان انه يخرج من نقابة فيري تيل, اتمنى ان هالشيء ما يصير, لكن الصراع الداخلي عند إلفمان الحين في ذروته. رجع مرة ثانية مات جير يتكلم عن فيس وانه باقي شوي ويتفعل, قاعد تقول شو السالفة؟ العداد وصل إلى صفر، يعني فيس على وشك إنه يتفعل، وبعدين راح يخاطب كيوكا ما ردت عليه، قلت أوكي تم تصحيح الخطأ اللي صار في الحلقة اللي قبلها، بعدين جابوا كيوكا قاعدة تتقاتل مع إيرزا. شو السالفة؟ يا ناس أنا كنت غلطان ولا شو القصة؟ أنا شفت إيرزا قضت على كيوكا، وقفت الحلقة وقعدت أراسل وأتواصل أبي أحد يشرح لي شو القصة، بعدين قلت العجلة هي الشر اللي خرب على الإنسان المتعة، رجعت كملت الحلقة. واضح ان الهدف اللي يبون يورونا اياه ان معركة ماد جير وناتسو متزامنة مع معركة كيوكا وايرزا. ماد جير حاول يوصل لكيوكا انها تسعب من تفعيل فيس لكنها ما سمعت انها كانت تقاتل, يعني لا تحسبون ان كيوكا لما ما ردت عليه لانها كانت مهزومة, فهموا يا المشاهدين انها ما ردت عليه لانها كانت تقاتل, الوقت متزامن. انا وياكم حركة جميلة حلوة, لكن طولتوها طولتوا مشاهد قتال كيوكا وايزا كلكم تبون تمططون في الحلقة, لكن هذا الشيء متعودين عليه من الاستديوهات الحديثة في الانمي, ومو بس الحديثة الاستديوهات ككل تستخدم اي مخرج للتمطيط. في قمة اليأس في قتال ماد جير من ناتسو وروغ وستينج
وصل جري اخيرا وكان دخول خيالي، خاصه انه اطلق السجن حق الشيطاني هذا، الشجره الشيطانيه، بعد ما شرح قصه عودتهم الى الزرف. ليش بيقضي على الانسانيه عشان يرجع الى الزرف؟ ان اول شيء لازم يوقف السحر في العالم عشان يزيل الختم اللي موجود على اي ان دي اقوى شياطين زرف، وان زرف لعن نفسه بالخلود، وان الحين يبي يقتل نفسه، وعشان يقتل نفسه لابد من ايجاد الشياطين الاقوياء هذول عشان يهاجمونه ويقتلونه، مما يعني انه اما ان السحر قوي خيالي او اللعنة اللي طبقت عليه ما يقدر يزيلها بنفسه، لازم يهاجم بشخص اقوى منه. ايش علاقة اكنولوجيا بالقصة؟ لما قرب تفعيل اي ان دي دخل اكنولوجيا هنا. من قبل في الغابة لما كانوا بيفعلون زرف طلع اكنولوجيا. هل اللعنة لها علاقة باكنولوجيا؟ هل اكنولوجيا قاعد يحاول منع اعادة زرف؟ او هل زرف يعتبر الند الاكنولوجيا؟ ايش علاقة اكنولوجيا بالموضوع؟ كل حدث يتم فيه تنشيط زرف نشوف اكنولوجيا جاء، هذه ثاني مرة تصير، وهالمرة قالها ماتجير انك تبي تقضي على اي ان دي. فهدف الشياطين وضحها ماتجير انهم يتحالفون مع بعض مع وجود اي ان دي الاقوى فيهم لقتل زرف وتحقيق امنية زرف بالموت. فقالوا له ليش تدخل الناس الابرياء في القصة؟ ناس واجد ماتت وبتموت عشان هالشيء اللي تبون تسوونه. فقال كلمة حقيرة جدا جدا، قلت ماشي الى هدف، هل بتغير الطريق اللي تسلك عشان لا تدوس على الاعشاب؟ مقارنة حقيرة للبشر بالاعشاب، وين فارق كبير؟ وهنا تيجي الفلسفات الحقيرة، ان الغاية تبرر الوسيلة، وانا ضد الفلسفة هذه. شفنا في الانمي وفي الحياة الواقعية وفي كل مكان كيف ان المقولة هذه سبب دمار غير طبيعي، وزي ما قاعد يسوي مارك جير الحين. دخول جري لانقاذ الموقف كان شيء رائع، جري يعني حسسني للحظة لما كان بيضرب ماتجير بالنصر حقه انه فعلا كان على وشك القضاء على ماتجير لولا دخول زعيم سايبرتوث اللي سلم نفسه الى الشياطين عشان يحصل على قوه جديده. هنا قال له ماتجير راح اخليك خادمي، غضب وقال له خلنا نخلص من هالحيوانات وارجع اتفاهم وياك، انا بيكون اقوى رجل وانت بيقول لي خادم. ماتجير ضحك كان يقول له خذ على جوك، خلص منه وانا عفى ربيك بعدين. هو يبي يصفي حسابه الحين مع روغ وستينج، اذكر كان اسمه جيما اعتقد او جيما. والحين ناتسو وجري تحالف سحر قاتل الشيطان وسحر قاتل التنين جليد ونار، تحالف مثالي على ماتجير. هنا ماتجير قرر يطلق الهيئة النهائية حقتها، رسم ابداع شكل خيالي عجبني جدا 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 شكل جديد، واطلاق الهيئة النهائية حق ماتجير. عندنا قتال ستينج روغ مع زعيم نقابتهم السابقة اعتقد جيما، وشنو راح ينتج عنه وبيني بينكم مش متحمس لنهائيا، واعتبرته في القصة من باب تطويل الحدث يعني ما عجبتني بالمرة، ما حبيتها ولا بلعت طلعت جيما او جيما. انا قاعد انتظر الحين شو اللي بيصير، شو الخيوط اللي بتتفكك، ايش علاقة اكنولوجيا بزيف، وشنو الفاجعة اللي عرفناها عن لعنة زيف الحين، وكيف ان زيف سوها شياطين عشان يقتلونه. خيوط قاعدة تلتم، قاعد يحسك الانمي انه بينتهي، ترى على فكره الانمي ما حينتهي ولسه لسه 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 عليه، لكن هذه الاحداث الحلوه لما تشوفها تحس انك فعلا قاعد تشوف نهايه انمي، كل شيء متشابك وكل شيء يتفكك وكل شيء يتعقد وبعدين يرجع يتفكك ويرجع صعود وهبوط صعود وهبوط. انتظر ابي اعرف ايش بيصير فعلا، ما لنا الا ننتظر الى نهايه الويكند هذا عشان نشوف ايش اللي بيصير. اعتذر منكم مره ثانيه اني تاخرت في تنزيل الانطباع، حكم علي، بحاول ان شاء الله اني التزم اكثر في انطباعاتي القادمه. نختتم كلمه واحده قولوها معي، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من الشير اللايك السبسكرايب، ونشوفكم باذن الله على خير.